تعالوا بقى نروح مع حضراتكم دلوقتي لموضوعنا الاساسي، وطبعا هنتكلم ونبدا بالنادي الاهلي اللي بيواصل تدريباته استعدادات لمباراه الزمالك. وعندنا كلام كتير قوي، ويعني في كده زي ما بيتقال حصاد عملناه صغير كده للفتره اللي فاتت. لما تيجي تتكلم عن مارسيل كولر وتيجي تقيم النادي الاهلي حاليا واصلين لاي مرحله، احنا يعني ابتدينا في ايه ودلوقتي واصلين لايه واللي جاي هيكون ليه، خلينا نقول ان اول حاجه يعني الاهلي مع كولر هو لعب 4 ماتشات رسميه كسبهم كلهم الحمد لله، 2 منهم كان في دور ال 32 من دوري ابطال افريقيا زي ما حضراتكم عارفين امام الاتحاد المنستيري التونسي، ولعبنا ماتشين كمان في افتتاحيه الموسم مع الاسماعيلي واسوان وكسبناهم بنفس النتيجه بهدف دون رد. يعني لو احنا هنتكلم عن اول ملاحظه ان الراجل ده حقيقي حقق المكسب في اول 4 مباريات، والحمد لله المهمه لحد دلوقتي تمت باحسن حال. الاهلي ما استقبلش اي هدف على الصعيد الاخر في ال4 ماتشات، وده برده امر في غايه الاحترام، وده كمان جانب مهم ان احنا فكره ان انت يعني زي ما بيتقال كده نقطه ان انت ما عندكش مشاكل يا كريم داخل موسم الحمد لله، ما فيش مشكلة أساسية بتعاني منها مع حارس المرمى محمد الشناوي، ما عندوش الحمد لله أي مشاكل الحمد لله، استعاد ويمكن أفضل كمان من الحالة اللي كان عليها في يعني الموسم اللي فات. خلينا نقول يعني على كل حال فترة كانت صعبة جدا، فبنعود مرة تانية للشكل اللي احنا نعرفه، بنعود مرة تانية للعيبة اللي احنا نعرفها، وبنطمن إلى حد كبير برضو. يعني انت برضو الماتشات اللي فاتت بالسكور اللي عمل في فكرة ان انت شباكك نظيفة دي بتدينا طمأنينة احنا طبعا كجماهير، فاعتقد دي بداية موفقة جدا. صحيح، وبعدين كتير جدا مننا لما بيكون في مدير فني جديد، والكلام ده مش بس في الاهلي عموما، جمهور اي فريق في الدنيا بيجلب مدير فني جديد، بتلاقوا الناس مركزة قوي في شوية تفاصيل وشوية رفايع، بالذات في الكام ماتش الاولانيين، لان هم بناء عليهم بياخدوا قرار الوضع مطمئن او لا، الموضوع مقلق. شوية رفايع لكنها في منتهى الأهمية. يعني من ضمن الحاجات التانية اللي كتير من الناس شافوا إن هي إيجابية مع كولر الحقيقة هي فكرة التحرك بتاع اللعيبة بدون كرة، وفكرة اللعب من لمسة واحدة، ده كان ممكن يبقى له أثر أوضح بكتير لو كنا سجلنا من الفرص الكتير اللي جات لنا يعني أمام مرمى الخصوم في الكام ماتش اللي فاتوا، لكن الحقيقة شفنا تحركات كتير وشفنا لعب من لمسة واحدة، سواء بقى يعني أي حد من الرباعي خط الأمامي، سواء كان أحمد عبد القادر، برونو سافيو، أفشة، شادي، شريف، وفكرة الوصول لمرمى المنافسين بأقل عدد ممكن من اللمسات دي كانت من الأمور اللي فعلا ملفتة للنظر في الكام ماتش اللي فاتوا. وأعتقد يعني أن حتى من كلام كولر نفسه هو بيقول أن هو مركز على التفصيلة دي، فكرة تطوير الأداء وبالتالي زيادة المعدل التهديفي إن شاء الله في الماتشات القادمة. وجهة نظري أن الفريق أفضل يعني تنظيما هنقول بكتير من السنة اللي فاتت. خلينا بس ناخد كل خطوة يعني الخطوة بخطوتها والماتش بماتشه، وخلينا نتفائل باللي جاي إن شاء الله. بص انا معاك بقى زي ما انت قلت في الجمله الاخيره كده، الماتش بماتشه والخطوه بخطوتها، ما نسبقش في الحكم بشكل مبالغ فيه سواء بالسلب او بالايجاب، انا اعتقد ده مش صح تماما. يعني خلينا حتى باذن الله لما نفوز باذن الله، وان شاء الله ده هيحصل في الماتش يوم الجمعه، ما برضو ما ناخدش الدنيا للاكستريم يا كريم طبعا. يعني طبعا الاكستريم ده ممكن ان هو يبقى تاثيره سلبي، لسه مشوار بالظبط، مشوار طويل جدا، احنا في اول الموسم فيعني لسه بدري. على كل حال برضو خليني بقى ايه انتقل مع حضراتكم، احنا هنرجع تاني اكيد للمباراه والاهلي وعندنا كلام كتير جدا، وهنتكلم كمان عن الاستعدادات في الامارات والتنظيم هناك هيكون ازاي، والحفله الافتتاحيه مين اللي هيحضرها، كل التفاصيل دي هنقولها لحضراتكم بس طبعا في الفقره الحواريه.